السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم عن برنامج بيس، اللي هو برنامج قواعد بيانات وإنشاء قواعد وتصميم بيانات. برنامج حلو وظريف. خلونا نشوف البرنامج أول. طبعا بس عشان أحط عندك خبر، راح أتكلم عن البرنامج اليوم بلغتين، باللغة العربية وباللغة الإنجليزية لعدة أسباب. السبب الأول لأنه في استعلام معين أبي أسويه، والأفضل تسوي الاستعلامات باللغة الإنجليزية، أسهل للكتابة. الشيء الثاني انه البرنامج واجهت مشكلة معينة عندي باللغة العربية، فراح استخدمه باللغتين. اول شيء نجي، هذا هو لما تفتح البرنامج راح يطلب منك انشاء قاعدة بيانات جديدة، او اذا كنت تستخدم قاعدة بيانات قديمة ممكن تضغط هنا وتستخدم القاعدة، ممكن من هنا تسوي فتح تختار القاعدة اللي تبي. انا بسوي قاعدة بيانات جديدة، بالتالي طبعا الاعدادات يفترض انك تتركها مثل ما هي، ما عاد اذا حاب تسوي اعدادات معينة. انها راح اطلب منك الحين انك تسوي اسم قاعده بيانات جديده. انا افترض اسم قاعده بيانات هذه اسمها فريندز، اللي هم اصدقاء. اوكي، هذا البرنامج. هذه واجهته. طبعا من هنا تسوي جداول، من هنا تسوي استعلامات، من هنا نماذج ادخال، من هنا تقارير عن الاستعلامات. خلونا وش نسوي جدول. طبعا انشاء الجداول في طريقتين. في الطريقه الاولى هذه انشاء عرض باستخدام معالج، تمام؟ ففي هنا قوالب معينة جاهزة، فممكن تختار من هنا مثلا جهات الاتصال، راح يعطيك كل شيء عن جهات الاتصال، تمام. ممكن تختار عن عملاء، ويعطيك اشياء كثيرة عن العملاء، اماكن العمل، المسمى الوظيفي، اللي تبي، كل شيء موجود. لكن عن نفسي راح استخدم الطريقة هذه في عرض التصميم، بحيث اني احتاج بعض الخصائص المعينة، وبنفس الوقت اقدر اشرح بعض الحقول لكم. اول شيء عندنا حق اللي يسمى حق طبعا راح نستخدم حق الاي دي، وهو التعريف بالمستخدم والتعريف بالمدخل، بحيث اني اقدر اوصل للشخص هذا عن طريق الرقم. طبعا غالبا هذا يستخدم انتجر، اللي هو رقم ما ادري شو يسمى، بس اعتقد رقم احادي او رقم صحيح، انتجر. طبعا هنستخدم الاوتو فاليو، اللي هي قيمة تلقائية. بعد ما سوينا الاي دي، طبعا هو راح تلقائيا نسوى مفتاح اساسي. ليش؟ لانه اي دي، لانه اوتو فاليو. خلونا نسوي النيم، حق النيم الاسم. طبعا راح نترك اللي مثل ما هو، اللي هو فار كاركتر فون. طبعا افتراضيا انك تحط هذا الرقم، لكن اذا الرقم راح يبدا بصفر فراح ينلغي اذا كان انتجر، فانا احب اتركه بالشكل هذا. فون سيتي، اللي هي مدينه. تمام، نحفظ الحين ونسميه مثلا، برضو لا خلينا نسميه جنرال. موافق. انتهينا الحين من الجدول، مثل ما انتم شايفين حفظناه. نروح لملف الجدول، نفتح ونعبيه بيانات. الاسم خلونا نكبر هذا شوي، يمكن من هنا توسع الخلايا. فالاسم مثلا نبيه يكون حمد، رقم 3 تسعات، ولا حد يتصل عليهم، ما له داعي. المدينة مثلا بريدة، تمام. في عندنا مثلا صالح، رقمه 3 أصفار، برضه من بريدة. في عندنا مصطفى، رقمه من القاهرة. ما أدري إذا كانت تكتب كذا، لا تكتب كذا، كايرو. عندنا منير مثلا، رقمه 3 5، منين؟ عن لبنان. طبعا انا ما ادري شلون اكتب بيروت. تمام، عندنا منير، عندنا من بعد قضوا الاسماء، نبي اسم غريب شوي. سيكل، طبعا سيكل معاه في الدراجة. برضه هذا رقمه 911، نيويورك. خلصنا الحين، دخلنا بيانات. ممكن تدخل بيانات بشكل لا نهائي، برضه ممكن انك تضيف خلايا كثيرة، يعني غير المدينة ممكن تضيف العنوان، ممكن تضيف اشياء كثيرة. اوكي، حفظت. بعدين موجود الحين عندي قاعدة بها كل شيء مثل ما انتم شايفين. خلونا نروح للاستعلامات. الاستعلامات في طريقتين بالنسبة لي.
طبعا فيه استعلام عن طريق اللي هو انشاء استعلام عن طريق المعالج، في استعلام يدوي، في استعلام عن طريق الاس كيو ال، وهذا هو السبب اللي انا خلاني اتكلم عن البرنامج باللغه الانجليزيه او اسوي بيانات باللغه الانجليزيه. طيب خلونا نشوف اول شيء استعلام عرض تصميم، هذا معروف تمام، لكن خلونا نقلب البرنامج باللغه الانجليزيه، لان انا لما اقدر احط البرنامج عربي زي ما انتم شايفين قبل شوي. الإنجليزية موافق موافق سيف، راح نفتح البرنامج مرة ثانية، راح نستخدم قاعدة بيانات فريندز، نروح للكويريز اللي هي استعلامات برضو في عندنا عن طريق ديزاين فيو. اوكي تختار الجدول اللي انت حابب تسوي له، حابب تسوي استعلام، ممكن تختار جدول، ممكن تختار استعلام نفسه. لحظة نشرب قهوة. طبعا حاليا ما في استعلامات، فبختار جدول، اضيف جدول الجنرال. ايش حاب البيانات اللي انا حاب اعرضها؟ هل هي حاب اعرض كل شيء، ولا حاب اعرض الاسم والرقم والمدينه؟ مثلا افترض اني حاب اعرض كل شيء، دبل كليك على كل البيانات تمام. الان نجي لم الخصائص اللي حاب اعرضها انا، فحاب اعرض طبعا هذه سيتي المدينه، حاب اعرض ناس من بريده بس، فاكتب بريده وسوي حفظ تمام. راح يسألك عن اللي هو اسمه ذي، راح نكتب مثلا بريدة فريند. اوكي الان لما افتح الاستعلام هذا راح يعرض لي الا الناس اللي ساكنين بريدة اللي هم حمد وصالح. ممكن اسوي استعلام ثاني برضو عن طريق الديزاين فيو اد، حابين نعرض برضو كل شيء، لكن هالمرة حابين نعرض شخص اسمه سيكل، فأي شخص اسمه سيكل راح يطلع الحين. سيكل اوكي حفظناه، نروح نشوف سيكل. الحين ما طلع عندنا الا سيكل اللي عايش بنيويورك. ممكن نعرض اشياء ثانية مثلا، طبعا نفترض ان ارقام الهاتف هذه مي برقام، نفترض انها ارقام عادية يبقى ما برقم تلفون، فممكن اننا برقم التلفون هذا نسوي شيء ثاني. ففون هذا الفون، فممكن من هنا نقول ان الرقم رقم الشخص هذا يكون هذه اصغر من اي اصغر من 3 تسعات، فراح يطلع لنا اي شخص رقمه اقل من 999 less than 999. اتمنى انه بالشكل هذا اني ما اخطيت خطأ. edit ممكن الفانكشن من هنا نروح نعدل عن طريق SQL view select id name from general والفون ما بسدى فون معليش، ترى هذه هي الطريقة الوحيدة اللي أنا ممكن أتعامل بالبرنامج معه، لأنه يستخدم الـ SQL أكثر من البيس. فبالشكل هذا طلع لي كل الأشخاص اللي أرقامهم 3 تسعات. الآن راح أستخدم شيء ثاني، وهو الطريق الأسرع إذا كنت تعرف له، اللي هي طريقة SQL تمام. فمن هنا ممكن تكتب سطر واحد يريحك من كل المشاكل اللي قبل شوي. فأنا حاب أعرض أختار قاعدة بيانات معينة، فراح أقول له select مش حاب اعرض طبعا، اذا كنت حاب اعرض كل البيانات بس احط علامه النجمه from جدول general general select all from general. الحين راح اعطيه خاصيه معينه بحيث انه يعرض لي الشخص هذه بس، فاقول له where حيث city يساوي طبعا سوي علامات تنصيص ونكتب المدينه اللي نبي بريدة وسوي حفظ. الآن راح يعرض لي الناس اللي بريدة بس from بريدة. طبعا هذا الخاص أفضل إنك تتعلم هذه لأنها أسرع مثل ما أنت شايف غير قبل شوي، لأن فيه مميزات أكثر. طيب خلونا نسوي تعديل مثلا rename go edit. طبعا بالشكل هذا راح يعرض لك إياه بالطريقة هذه.
انا بيعدل عن طريق الاس كيو ال فقط. تمام، فنقول select all from general where city، خلونا نغير city، نفترض الحين where phone. تمام، اروح الرقم يساوي 911. اوكي، اعتقد سهلة. ممكن نسوي ايضا استعلام ثاني عن طريق اللي اس كيو ال بعد، نكتب select. انا عن نفسي انبهرت بصراحه لما اني شفت اللي هو اس كيو ال، عشان كذا راح ابدا استخدم. خلاص سلكت اول فروم، طبعا جنرال هذه مجرد اللي هو اسم قاعده البيانات، فممكن تصير عندك قاعده بيانات ثانيه. سلكت اول فروم جنرال وير، طبعا احنا عندنا الاسم وعندنا الرقم، خلينا احنا نختار الرقم وير فون، طبعا بالشكل هذا نقول لا يساوي 999 او 911. فالحين راح يرضي كل الارقام ما عدا اللي هو اي شخص رقمه 911. اوكي، خلصنا الحين موضوع الاستعلامات. الاستعلامات موضوع ممتع. نروح لموضوع فورمز، وهو اللي هو انشاء معاينة. نرجع للغة العربية الحين علشان الشباب اللي يبون اللغة العربية، علشان انا واعدكم انه ما يكون عندي اي شرف بالانجليزي، لكن اضطريت. سيب، طبعا نحفظ علشان ما يروح شغلنا قبل شوي. ندخل برنامج جديد، نفتح قاعدة بيانات فريندز. الحين نروح للنماذج، انشاء نموذج. طبعا في عندك طريقتين، في النموذج عن طريق عرض التصميم، وهو انك انت تنشئ نموذج بالرسم، وهو طبعا برضو ممتع لكن شغلته طويلة. لكن الافضل انك تستخدم اللي هو انشاء المعالج، لانه بسرعه يعطيك كل اللي تبي. اول شيء خلونا نختار الجدول اللي حابين نسوي له نموذج ادخال. طبعا انا بيستخدم جدول جنرال لاني حاب ادخل بيانات. ممكن تستخدم هذا بس، ممكن انا حاب استخدم جنرال، فانا استخدم جدول جنرال. وش حابين نعرض؟ الاي دي ما له داعي نعرضه لانه غير قابل للادخال، قيمه تلقائيه، فنحطه كله ما عدا الاي دي نشيله. طبعا الازرار هذه للنقل. الحين نروح التالي، إضافة نموذج فرعي. لا، أنا أبي يكون نموذج واحد. التالي، تنظيم العناصر. طبعا أنت راح تشوفه من هنا الحين، فممكن من هنا تبدأ تختار الحقول أو طريقة عرض الإدخال بالشكل هذا. ما أدري إيش الفرق بين هذا وهذا، هذا بس بجنبه حلو. عن نفسي أنا أفضل اللي هو التصميم هذا. التالي، ممكن تختار وضع الادخال، تحط بيانات معينة، عدم السماح وغيره. التالي، في انماط معينة ممكن تختار نمط. عن نفسي انا ما ادري حقيقة يعني هي السالفة هنا، لكن انا اعرف انه هالاشياء هذه تسوي حدود. اما التصاميم هذه فما ادري، خلنا نختار مائي مثلا، مع انه ما نجحت قبل هالمرة. انهاء. اوكي، الان لاحظ انك تقدر تستعرض البيانات بالشكل هذا، وتقدر تدخل بيانات جديدة. يعني طريقة إدخال بيانات على طول، تضغط هنا ينقلك لآخر شخص. بعدين اضغط سيدا، راح يقول لك ادخل بيانات جديدة. الحين راح ندخل شخص معين اسمه فيصل، رقمه الربط، المدينة مكة المكرمة. اضغط انتر، ندخل شخص ثاني، فيصل وليد الربط بيروت. اسم ثاني ناصر، برضو نحط له رقم، الكويت. محمد، نحط له رقم. منين محمد هذا؟ من قطر. اوكي، خلصنا. نحفظ طبعا بعد ما نخلص. طبعا انت لما تضغط انتر تلقائيا يحفظ هو، لكن هذا هو حفظ السجل لو انك حبيت تسوي شيء ثاني. الحين لو رحنا لما الجداول راح نحصل البيانات اللي قبل شوي دخلناها بطريقة سهلة زي ما انت شايف. فهذه الطريقة اللي انا استخدمها كثير، اللي هي النماذج. طبعا استخدم الطريقة هذه عن طريق البي اتش بي، مو عن طريق هذه، لكن قريبة من الشكل هذا. طيب الحين نروح التقارير، وهو طريقة انشاء تقرير عن مجموعة معينة او عن جدول معين. فنضغط هنا نسوي انشاء تقرير. طبعا انا عندي مشكلة هنا برضه باللغة العربية، لما اضغط على انشاء تقرير ما يفتح لي. انا اعتقد عندي مشكلة بتوزيعتي هذه، فنروح نرجع للغة الانجليزية. موافق، نروح للبيس مرة ثانية.
سويت انا المفروض اني اسكر وافتح من جديد. بيس نفتح فريند. اوكي الحين نروح لما اللي هو طبعا خلصنا من هذه وخلصنا من الفورمز، راح نروح للريبورت اللي هو التقارير. نضغط هنا طبعا بالتقرير راح تختار ايش الاشياء اللي حاب تظهر بالتقرير. طبعا الاي دي شيء مهم بالتقارير بحيث انه نتعرف على المستخدم. نختار اللي هو الجدول او الاستعلام اللي حابين نعرضه، فحابين نسوي تقرير عن الاشخاص اللي هم ارقامهم مو بتسعة واحد واحد، فتختار من هنا تضيفهم كلهم تمام. تسوي نكست، تبدا تختار الحين اسماء الجداول. فممكن تغير اسم الجدول ما عدا الحقل، لكن تذكر انه ما يتغير اسم الحقل نفسه، تغير بس مجرد عرض. فبدا انه اي دي مثلا تكتب بالعربي، الحين نفترض مديرك ما يفهم انجليزي، تسلسل الاسم مثلا، طبعا هذا الاسم، الهاتف، المدينة، التالي. طبعا هذه لتجميع البيانات، فممكنك تجمع بيانات معينة عن طريق حقل معين. أنا ما بيجمع شيء، أضغط نيكست. ممكن من هنا تختار نوع الترتيب، هل هو تبيه طبعا افتراضيا يترك مثل ما هو. اختار الشكل، لاحظ الشكل من هنا راح يظهر لك. ممكن تختار من هنا بعد أشكال ثانية، لاحظ إنه في شعار فوق، مع العلم إنه قابل للتعديل. نفترض اني حاب اختار الشكل هذا، نختار الحين تصميم معين. اوكي نيكست، انشاء تقرير. طبعا ممكن من هنا تبدا تغير، لو اخترت من هنا راح ينقلك الخيارات المتقدمه تغير شكل التصميم. الان راح يعرض لك البيانات اللي احنا طلبناها بالشكل هذا. ممكن تحفظ التقرير برضه، فيه اكثر من طريقه لحفظ التقرير. اذا كنت حابب تحفظ التقرير بس بشكل صفحي بحيث انه ما في اي احد يطلع على البيانات، ممكن تختار من هنا حفظ زي قبل شوي، وبعدين تختار نوع الحفظ اللي تبي. فممكن تحفظه بشكل HTML بحيث انه يكون صفحة انترنت تمام، وما حد يطلع على البيانات، بس يكون معك البيانات هذه. خلصنا الحين من التقرير هذا، تقريبا خلصت البرنامج، هو اكثر برنامج تكلمت عنه لاني اكثر خبرة بالبرنامج هذا. شكرا لمتابعتكم. الأسئلة عن أي شيء يخص برنامج الليبرا أوفيس ممكن أنك تسأل بطلاقة، يعني في بعض البرامج أنا ما تعمقت بالموضوع لأنها سهلة. لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.